طيب اروح مباشره الى ابو ظبي، معنا على في بث مباشر من ابو ظبي وتحديدا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. خدمه خاصه جدا لجماهير النادي الاهلي كي نطمئن على وصول البعثه واخر اخبار الفريق في هذه اللحظات في اول يوم استعدادا لمباراه السوبر. كريم مساء الخير عليك، ازيك؟ مساء الخير عليك زميلي محمد سعيد، كل التحيه ليك وكل التحيه طبعا لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. انا عايز في البدايه طبعا يا محمد يعني اوجه كل الشكر والتقدير طبعا في البدايه لمجلس ابو ظبي الرياضي وايضا كمان لقناه ابو ظبي الرياضيه والاستاذ يعقوب السعدي رئيس القناه على المجهود الكبير والحاله الرائعه جدا اللي احنا شايفينها. في تعاون كبير جدا مع النادي الاهلي بيوفروا لنا، مش جديد طبعا على قناه ابو ظبي الرياضيه وايضا كمان بالتحديد الاستاذ يعقوب السعدي، حبه الكبير لمصر وايضا امور كلها الحمد لله هنا ماشيه بشكل رائع ومميز جدا. زميلي محمد انا عايز احطك كده في الاجواء سريعا يعني كالعاده، اطمنا على الفريق وعلى البعثه وطريق السفر النهارده كمان الكواليس اللي رصدتها في مطار القاهره الى ان وصلت البعثه الى مقر الاقامه اللي كان موجود في الفريق ايضا كمان منذ حوالي سنتين ثلاثه. الفندق مش غريب على اداره النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يا محمد هنكون متواصلين معاك لحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي كل الكواليس والاخبار كالعاده. يمكن النهارده طبعا مع تحديد الرحله اللي كانت 2:15 ظهرا بتوقيت القاهره، الرحله طبعا يمكن ساعتين و40 دقيقه مباشره وصلنا الى مطار ابو ظبي. طبعا كالعاده كل الامور بالنسبه للتسهيلات الدخول الخروج التاشيرات الاختام كل الامور دي الحمد لله كانت رائعه جدا. استقبال كان اكثر من رائع زميلي محمد لجمهور النادي الاهلي. عايز اكد على هذه النقطه لان جمهور النادي الاهلي كان متواجد بكثافه خارج المطار. مجرد وصول فريق النادي الاهلي ووصوله الى الحافله كان تشجيع كبير وتحفيز كبير والمطالبه طبعا والتشجيع الاوحد السوبر يا اهلي. يعني مش عايز اقول لك فرحه كانت لعيبه النادي الاهلي وزودتهم حماس واصرار بجانب الاصرار والحماس الكبير اللي هو اصلا النادي الاهلي جاي بيه من مصر لان بطوله مهمه جدا. يعني 11 سوبر بنتمنى يكون ان شاء الله السوبر ده رقم 12 بالنسبه للنادي الاهلي. مجلس الاداره يمكن اغلب مجلس الاداره زميلي محمد متواجد لدعم النادي الاهلي ومساندته في هذه المباراه دي. في البدايه يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ريني فايلر عامل يعني حظر تام وفرض تام جدا لكل لعيبه النادي، مفيش اي تصريحات مفيش اي خروج عن اي كلام لاي حد. حتى يمكن قناه ابو ظبي كانت متواجده بحاول ان هي تسجل مع لعيبه النادي الاهلي لكن قرار اكيد مميز جدا ورائع من كابتن سيد عبد الحفيظ ان يكون في غلق تام بالنسبه للتصريحات واللقاءات ايضا التلفزيونيه لفرض مزيد من التركيز. الحاله محمد يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى يعني لغايه يوم المباراه يوم 20 تستمر بهذا الشكل المميز جدا والتركيز الرائع لفريق النادي الاهلي. عايز اكد لك على نقطتين مهمين زميلي محمد بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي. النهارده كان في تدريب بسيط جدا في الجيم، انت عارف طبعا وصلنا في ساعتين فرق بين القاهره وفرق ايضا كمان بين يمكن اقدر اقول ابو ظبي. النادي الاهلي هيتدرب غدا على استاد سلطان بن زايد ان شاء الله اللي هيكون في تمام الساعه 6 بتوقيت الامارات الرابعه عصرا بتوقيت القاهره، وبعد غدا ان شاء الله يكون التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على استاد محمد بن زايد. بطمنك زميلي محمد كل الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا. بنتمنى ان شاء الله توفيق للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كل حافز كبير للمدرج يكون مليء على اخره ان شاء الله 37000. احنا عارفين طبعا التذاكر نفذت لكن ان شاء الله باذن الله تكون كل الامور في مصلحتنا. معاك زميلي محمد اتفضل. طيب النادي الاهلي ونادي الزمالك كل واحد هيبقى ليه تدريب مره واحده على استاد محمد بن زايد. الاهلي بطل الدوري، هل هيبقى في اجتماع فني اجتماع تقليدي قبل المباراه ب 24 ساعه عشان نحدد ده ولا الامور ازاي خلال الساعات اللي جايه؟ يمكن طبعا كل الامور دي زميلي محمد غدا هتكون واضحه بشكل يعني باين جدا بالنسبه طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ. كل الامور التنسيقيه انت عارف الوصول النهارده كان ليلا، كل الامور دي هتكون صباحا يعني اكيد صباحا هيكون معاكم كل المعلومات الخاصه بالاجتماع، مين اللي هيكون متدرب الاول مين اللي هيكون متدرب بعد نادي الاهلي او نادي الزمالك في البدايه. لكن كل الامور يا محمد انا بطمنك عشان نطمن كل جمهور النادي الاهلي ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا. مزيد من السيطره والتركيز ان شاء الله خلال الايام القادمه. تدريب الغد يكون رائع، ما يبقاش فيه اي اصابات ما يبقاش فيه اي التحامات. عايزين نحافظ على اللعيبه واللعيبه تحافظ على بعضها لان اي فقدان لاي لعيبه يكون امر يعني مش هيبقى جيد بالنسبه للنادي الاهلي. اخر حاجه حاله اللاعبين وانت في المطار على الطياره الطريق لغايه الوصول لابو ظبي، الجهاز الفني هم موجودين في الطياره، ما رصدتوا الكواليس الاجتماعات المشهد كان عامل ازاي؟ الحالة التركيز محمد كالعاده يعني اللي انا اقدر اقول لك عليه حاله تركيز كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي. كل طبعا متواجد على الطائره في هدف واحد وهو الهدف الفوز ببطوله السوبر. يعني نقدر نقول كمان هي بطوله هتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي لكن الحاله المعنويه والحاله المرتفعه جدا لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام وادائه الرائع في المباريات الاخيره وتحديدا المباراه الاخيره ده مزود بشكل كبير جدا الدوافع للنادي الاهلي. ان شاء الله محمد باذن الله كل الامور كلها تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي يوم 20 ان شاء الله يكون يوم حافل ورائع ونقدر
نقدر ان شاء الله باذن الله نرفع كاس السوبر ونعود من الامارات الى جمهوريه مصر العربيه رافعين كاس السوبر رقم 12 في تاريخ بطولات النادي الاهلي. زميلي العزيز كريم احمد، بقول لك حمد لله على السلامه، وبشكرك على هذه التغطيه الحيه من مقر اقامه النادي الاهلي في ابو ظبي واستعدادا لمباراه السوبر امام نادي الزمالك. شكرا جزيلا ليك وكل التوفيق ليك يا رب وللبعثه الاعلاميه المصاحبه للفريق خلال هذه الفتره.